الجبل المغربي هو العمود الفقري في بنية التراب الوطني وأحد أبعاده الجغرافية التي ساهمت في تشكيل الشخصية المغربية بخصوصيتها التاريخية والاجتماعية والثقافية الراهنة، ويكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية كبرى، لكن في المقابل لم يحظى على مدى عقود بالاهتمام الذي يستحقه على مستوى السياسات العمومية وبرامج التنمية. وكانت الاستفادة من بعض البرامج الاستثنائية، إنه لا ننكر أنه كانت فعلا برامج موجهة للجبال، ولكنها كانت استثنائية انتقائية لا تدخل في إطار سياسة شمولية ومندمجة لتنمية خاصة بالجبال، مما جعله يراكم التأخر في شتى المجالات، كما تفاقمت به مظاهر تدهور المحيط البيئي وتفكك البنيات الاقتصادية والسوسيو ثقافية التقليدية بكيفية تبعث على القلق. قد نتساءل لماذا الجبل اليوم كمجال؟ فالجبل عنده هذه الخصوصيات كما قلت وكما سنبين، ويشترك الجبل المغربي مع ما هو بعد مفهوم الجبل أولا، وكيف يمكن أن نتحدث عن جبل في المغرب خارج المغرب، وما هي صفات هذا الجبل باش نقدر نقول نحن في جبل، ولأن هناك ما يسمى بالمشترك كخصوصيات عبر العالم حول بالنسبة للجبال. فتشترك الجبال وطنيا وعالميا، هذا كمدخل أساسي سميته السياق العام والإطار المرجعي للمسألة الجبلية. تشترك إذن في عدد من الخصائص أذكر بعضها. فرغم اختلاف الأوساط والثقافات، فإن سكان الجبال يمتلكون هوية مشتركة من خلال نمط العيش والمعارف والمهارات والممارسات التي اكتسبوها تجريبياً من العيش في مجالات ذات خصوصية وتفرد وذات إكراهات طبيعية متشابهة عبر كل جبال العالم. الخاصية الأولى، يعرف سكان الجبال كخاصية ثانية تأخرا بينا بين فيما يخص التنمية بالمقارنة مع سكان السهول أو باقي المجالات، الأمر الذي يجعل من الهجرة إحدى خاصياتهم. الجبال معروفة بأنها يعني كتعرف الهجرة، مع ما تحمل هذه الظاهرة من سلبيات، يعني إفراغها من طاقاتها الحية. ثالثا، يعيش معظم سكان الجبال تهميشا على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ترفع من حدته من حدة التهميش العزلة على المستوى الجغرافي. رابعا، فقد سكان الجبال، وهذا حال سكان هذا حال الجبال المغربية كذلك، فقدوا بكيفية تدريجية ومقلقة تحكمهم في الموارد الطبيعية لمجالاتهم من أرض ومعادن ووحش ومياه وغابة وغيرها. الخاصية الخامسة، لا تستفيد الأنشطة الرعي الزراعية والغابوية التي ما تزال تشكل أهم نشاط ومورد للساكنة الجبلية من سياسة، لا تستفيد من سياسة تنموية خاصة من طرف الدول والحكومات، أي أنها تدمج في باقي السياسات، وهناك حيث سنقف عليه بعد قليل. سادسا، لا تشكل السياسات البيئية الخاصة بحماية التنوع الإحيائي وصيانة المحيط الإيكولوجي موضوع تفاوض وشراكة مع السكان المعنيين بها، بل غالبا ما تسن هذه السياسات
على حساب مصالحهم أو حقوقهم المكتسبة وأنماط تدبيرهم للموارد المحلية أو على حساب تضامناتهم التقليدية. سابعاً، تساهم الأنشطة السياحية المتزايدة بالمناطق الجبلية في تفكيك المجتمعات المحلية وتغلغل الطابع الفولكلوري في ثقافاتها الأصلية، مما يعرضها للتشويه ويهددها بالزوال. ثامناً، زاد ارتفاع تكاليف الاستثمار الناتج عن التدرس والعزلة من تهميش المناطق الجبلية على مستوى التنمية، وجعلها غير ذات أولوية في السياسات العمومية بسبب ضعف بنياتها التحتية التي لا تشجع على الاستثمار. ونكتفي بهذه الخصائص العامة الكبرى، هناك خصائص أخرى يشترك فيها سكان الجبال ولكن نقف عند هذا. الآن، ما هو السياق الوطني والمحددات الخاصة بالجبل المغربي؟ تتميز الجبال المغربية برمزية قوية تاريخيا وثقافيا وبيئيا، وتكتسي صبغة المصلحة الوطنية والأولوية المجالية في الميثاق الوطني لإعداد التراب، يجب أن تحتل هذه المكانة أيضا في السياسة العمومية، وذلك للاعتبارات التالية. فجبال تشكل، ولن أطيل في هذا لأنه هذا تشخيص معروف لدى الجميع، تشكل ربع مساحة البلاد، تعتبر العمود الفقري في بناء التراب الوطني بحكم موقعها الجغرافي، كما تأوي ربع سكان المملكة. تحتضن المجالات الجبلية جل المساحات الغابوية، 60 إلى 65% من المساحة الغابوية مصدرها الجبال، وتوفر معظم الثروة المائية، 70% من الثروة المائية مصدرها الجبال، ونسبة هامة من الثروة الحيوانية والمعدنية، كما تشكل محيطا متميزا للنشاط السياحي إلى جانب الإنتاج الفلاحي المتنوع بتنوع الخصائص الإيكولوجية للجبال، وتجدر حضارة قروية عريقة بها مكنت من بلورة أساليب فريدة في إعداد المجال الفلاحي وحماية التربة وتدبير الموارد المائية وترشيد استغلال المراعي والغطاء النباتي والمتاح من الوحش. تبلور في إطار الخاصيات المحلية رافد في الجبال، رافد من أغنى الثقافات المغربية، حيث شكل المحيط الجبلي قاعدة لتشكل تنظيمات وتضامنات اجتماعية متميزة شكلت على مدى قرون أساسا للانسجام الاجتماعي وإطارا لتدبير التراث الطبيعي والجماعي، وواكبها تراكم المعارف والمهارات المحلية التي يمكن أن تتخذ في ظل المصاعب الراهنة كمرتكز لاستراتيجية بديلة للتنمية، كما تعتبر موطنا لثقافات محلية غنية تعزز مكانة الرصيد الثقافي الوطني من الحضارة الإنسانية، وتساهم هذه الجبال تساهم لعزلتها ومناعتها، وأقول بين عارضتين ويا للمفارقة، تساهم في الحفاظ على هذه الخصائص الأصلية. لكن بالرغم من أهمية النطاق الجبلي على مستوى الموقع والرقعة الجغرافيين والوظيفة الاقتصادية والبيئية والبعد التاريخي والثقافي والاجتماعي، فقد طال على مدى عقود نوع من الإهمال والتهميش للمناطق الجبلية في السياسات التنموية للدولة، فراكمت هذه المجالات التأخر في شتى الميادين، وتفاقمت بها مظاهر تدهور المحيط البيئي بكيفية تبعث عن القلق، وتطرح اليوم تنمية المناطق الجبلية بإلحاح، كما يتعين إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود
فمشكل المناطق الجبلية ليس مشكل ضعف الموارد الترابية بقدر ما هو تأخر التنمية بها بالمقارنة مع ما وضف من استثمارات وتجهيزات في المجالات المحظوظة طبيعيا. والحالة هذه فإن أي استراتيجية لتنمية المناطق الجبلية لابد أن ترتكز على المبادئ التالية: أن نعتبر أو اعتبار أن المجالات الجبلية ونظرا لما سبق تكتسي صبغة المصلحة الوطنية. عندما نخطط للجبال، عندما نضع استراتيجية معينة لتنمية المجال الجبلي، فإننا نخطط لكل المجال الوطني نظرا للأسباب التي ذكرتها أو ستذكر فيما بعد، نظرا لهذه الأهمية على الأقل على المستوى الإيكولوجي، على المستوى يعني ما تختزنه من ثروة مائية وغابوية وغيرها. ترتهن مرتكز ثاني، ترتهن تنمية المناطق الجبلية بالتزام قوي للدولة. هذا مجال صعب، مجال تراكم التأخر، يجب أن يكون هناك تدخل، لا يمكن إعفاء الدولة من تدخل هنا بقوة، وبتفعيل آليات التضامن الاجتماعي والمجالي إنصافا لمجال حيوي ترك على هامش التنمية لما يزيد عن 6 عقود. المرتكز الثالث: التوفيق بين النجاعة الاقتصادية وضرورة المحافظة على توازنات الأوساط البيئية للمحيط الجبلي. وهذا باراديغم فعلا يجب العمل عليه والاهتمام به وتحقيقه بالدرجة الأولى. انطلاقا من هذا السياق وهذه المحددات، أي تنمية للجبل المغربي ولتحقيق هذه التنمية أي منطلقات وتوجهات؟ فيفضي تقييم أولي لسياسة التنمية حول للجبال إلى أن ما أنجز حول الجبل من دراسات ومشاريع تم في غياب عناصر أساسية، وهي كالتالي: غياب مؤسسة البحث العلمي حول الجبل، أي عن أي جبل نتحدث، وهو سؤال منهجي ويتعين الحسم فيه قبل أي شيء آخر. فقد تم تعريف وتحديد المناطق الجبلية بشكل توافقي في سنة 2015 فقط، ومن طرف 17 قطاعا حكوميا فقط، بمناسبة ما ربما تعرفون المصادقة على ما يسمى باستراتيجية الجبال، استراتيجي مونتاني، الذي قام به مكتب للدراسات، مكتب أجنبي. غير أن هذا التحديد لم يتم تفصيمه لحد الآن. إذن لحد الآن أول مسألة: ما هو الجبل عندنا؟ ما عندناش حتى تحديد للجبل. واش نبدأ ب 500 متر؟ واش نبدأ ب 800 متر فما فوق؟ باش إلا كان مخطط أو قانون الجبل غادي نعرفوا ما هي الحدود، ما هو الحد اللي من انطلاق منه يبدأ الجبل لتطبيق القانون الجديد أو التدابير الجديدة. ثانيا: غياب سياسة عمومية موجهة لتنمية المناطق الجبلية، والمعالجة تمت المعالجة التقسيطية لمشاكل الجبل، كان يعالج مع المجالات الأخرى، وكان عرفوه غير من التقسيم الإداري الحالي. كل جزء من الجبل كينتمي الجهة أو كينتمي إطار إقليم لمجالات أخرى إلى آخره. هذا ما أسمي بالمعالجة التقسيطية، بينما الحل الأساسي والحقيقي هو أن نعالج الجبل في شموليته وفي إشكالياته التي أشرنا إليها في البداية أو التي ستأتي بعد قليل. فقد عولج الجبل، هذه المقاربة التقسيطية أتت ضمن إشكاليات ومجالات تتجاوز نطاق الجبل ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وتفرده. فيرتبط بهذا العامل العنصر الأخير غياب مقاربة تنموية ملائمة
لسياق وإشكالية الجبال. فقد عولج الجبل على الدوام ضمن السياسة العامة الموجهة لكامل المجال الوطني، كما عولج موضوع الجبل لحد الآن بكيفية مغلوطة في نظري وملتبسة، تجعله جزءا من العالم القروي، لكنها تجرده من الاستثناء الذي يميزه كجبل. والحال أن الجبال المغربية تراكم مظاهر تأخر العالم القروي المعروفة، إضافة إلى المشاكل الخاصة بالجبال، أهمها العزلة وعورة التضاريس، قساوة المناخ، صعوبة ظروف الإنتاج والتبادل، وارتفاع التكلفة في كل مظاهر الحياة. لذلك نجد أن كثيرا من الدول وضعت قوانين خاصة بجبالها لحل هذه المعضلات، بينما مشروع قانون الجبل بالمغرب لم يبرح مكانه منذ سنوات. فما هي عناصر المشروع الخاص بتنمية الجبل؟ وهي النقطة الكبيرة الثالثة. عناصر التصور والإطار المنهجي له هذه منطلقات أساسية. أن يجب أن نعتبر أنه لا يمكن فصل مشروع تنمية المناطق الجبلية عن إشكالية تنمية المجال الوطني ككل، لأنها تشكل عموده الفقري وتحتل موقعا متميزا واستثنائيا على مستوى الوظيفة الترابية والموارد الطبيعية والبعد الثقافي والاجتماعي والبيئي. وتعتبر الجبال على الخصوص رئة المغرب وصمام أمانه المائي والإيكولوجي. العنصر الثالث، هشاشة المجالات الجبلية وحيويتها في نفس الوقت، وهو هذا الباراديم، يفرضان على المؤسسات والأطراف المعنية إيجاد آليات حل الباراديغم التوفيق بين النجاعة الاقتصادية وتوازنات الأوساط البيئية للجبال. لأن تطوير الأنشطة التقليدية للجبال ونعرفها، الزراعة، الغراسة، الرعي، الاستغلال الغابوي، بدأ اليوم ومنذ سنوات يصطدم بالحدود التي تفرضها ضرورة المحافظة على توازنات الأوساط البيئية. لذلك فإن البدائل التنموية الممكنة على المدى المتوسط والبعيد تتطلب البحث عن مرتكزات غير فلاحية للتنمية، وعن حلول جديدة ومبتكرة خارج هذه الأنشطة التقليدية، لأنها عندها محدودية الآن، وخاصة يزيد منها مشكل أو معضلة الجفاف وتراجع الموارد المائية. فما هي حقول وتوجهات مشروع تنمية المجالات الجبلية؟ تقتضي استراتيجية تنمية المناطق الجبلية تجنيد كل الطاقات الذاتية للمحيط الجبلي وأخذ السكان الجبلي، كل الطاقات أي كل موارد فلاحية وغير فلاحية، لنخفف الضغط عن الوسط الطبيعي من خلال أنشطة غير فلاحية. هذا هو الهدف الأساسي، وأخذ السكان، وكذلك تنويع موارد الأسر الجبلية، وأخذ السكان الجبليين أنفسهم بزمامها في إطار الوعي التام بأهمية محيطهم وما يطرحه من تحولات من تحديات. كما تقتضي تطوير البحث العلمي حول الجبال وسطا وإنسانا، بهدف الإلمام الدقيق بخصوصيات ومقومات كل من نطاق جبلي على حدة، انطلاقا من تشخيص استراتيجي تشاركي، ويمكن للمجتمع المدني أن يحضر هنا بقوة، للموارد الترابية في مفهومها الواسع في كل كيان سوسيو ترابي من المجال الجبلي. أي أن المناطق الجبلية في حد ذاتها، كل كتلة جبلية في حد ذاتها هي متنوعة، فإذن يجب أن نبحث عن المشاريع المناسبة لكل مجال يتسم بما نسمي بالتجانس المجالي، سوز اسباس اوموجين، يعني عنده نفس الخصوصيات
ماشي طبيعية بالدرجة الأولى لا، ولكن نفس المشاكل نفس الإشكاليات ونفس إذن والسكان يجتمعون حول نفس الهموم ونفس الاهتمامات حول هذا المجال، وذلك بهدف تحديد أسلوب التنمية المناسب لكل كتلة جبلية. ما يمكنش ننميو الأطلس المتوسط بنفس الطريقة اللي كان ننميو بها الأطلس الصغير أو الأطلس الكبير. الأطلس الكبير نفسه ما يمكنش ننميو الجزء الشرقي منه بنفس الطريقة كالجزء الغربي والأوسط، لأن هناك ما يسمى بالجبل الربيعي، الربيعي فعلا يعني الرعوي، والجبل الجبل يعني الغراسة والاستقرار إلى آخره. فإذن كاين خصوصيات لكل كتلة باش نجيو لما يسمى بسياسة الكتل فيما بعد، اللي يمكن تكون من عناصر الأساسية في تدبير المجال الجبلي. ولكن بصفة عامة يتعين أن يتوجه البحث العلمي والتكوين المندمج ومشاريع التنمية نحو التخصصات التي تعكس المقومات الرئيسية والموارد المحلية الخاصة بكل كتلة جبلية. من هذه الميادين الخاصة خصو يكون في هذه الاتجاهات، حول الموارد المائية، حول الغابة، باقي الغطاء النباتي، حول المعادن، حول الجيولوجيا، حول البستنة، حول تربية الماشية، حول الفلاحة البيولوجية، حول السياحة الجبلية، حول الصناعة التقليدية، الطب البيطري، الصيدلة في علاقة بالأعشاب الطبية والعطرية، حول علم الأحياء، حول الكيمياء النباتية، حول التاريخ المحلي، علم الاجتماع القروي أو علم الاجتماع بصفة عامة، التراث المادي ولا مادي، الأركيولوجيا، السكان والهجرة، المدينة الجبلية، الآداب والفنون، البيئة والثقافة المحلية. هذه هي العناصر التي تشترك فيها الجبال، وهذه هي العناصر التي تشكل خصوصية الجبال. إذا كان شي معهد، إذا كان في هذا البحث أو شي مشروع، خصو يمشي لهذه الميادين، هذا الاهتمام لا في البحث العلمي ولا في المشاريع، يمشي لهذه الميادين التي فيها كذلك سنجد توازنات أو سنحاول إعادة توازنات للبيئة الجبلية. كخلاصات وتوصيات في الأخير، مشكل المناطق الجبلية ليس مشكل ضعف الموارد بقدر ما هو تأخر جهود التنمية بها بالمقارنة بما وظف من استثمارات والتجهيزات في المجالات المحظوظة طبيعيا. فإذا كانت الجبال تحتل موقعا متميزا من المجال الوطني على مستوى الوظيفة والموارد والبعد الثقافي والاجتماعي، فإن هذا الموقع يحتم ضرورة الاهتمام الرسمي بالمحيط الجبلي بكيفية أكثر فعالية عبر مشاريع تنموية أو تنمية شمولية وهادفة. ويقتضي الأمر التخلي عن الطابع التفضيلي للتنمية بالمغرب حتى تنال المجالات غير المحظوظة بدورها وضمنها الجبال حظها من الاستثمار والتهيئة. ولعل أول خطوة ينبغي تخطيها في هذا الصدد هو سن سياسة خاصة بتنمية الكتل الجبلية تتجلى في دعم الاقتصاد الجبلي عبر مجموعة من القوانين الخاصة تهم التجهيزات الأساسية وقطاع الإنتاج الفلاحي والصناعي والسياحي والمجال البيئي والثقافي. ومن شأن إيجاد تصميم خاص بتوجيه وتهيئة الكتل الجبلية، أن يرسم إذا وضعنا وجدنا وينص عليه تدابير معينة، قانون أو إطار ديال يعني ديال مشروع معين، إيجاد تصميم خاص بتوجيه وتهيئة الكتل الجبلية، من شأنه أن يرسم المعالم الأساسية لما ينبغي أن ترتكز عليه التنمية المحلية والجهوية في هذه المجالات. وفي هذا الصدد يمكن إنشاء صندوق خاص بتدعيم الاقتصاد الجبلي، ماشي صندوق جديد، كاين صناديق فعلا في الوكالات التنمية إلى آخره، كاين ما يسمى بالصندوق التنمية القروية
ولكن نطالب بصندوق خاص بالتنمية الجبلية بالإضافة إلى هذا صندوق التنمية القروية، لأن هذا الصندوق الخاص يجب أن يعالج المشاكل الإضافية للجبال وليس مشاكل العالم القروي والجبال معه. الجبال عندها إشكاليات وعندها خصوصيات وعندها مشاكل أعمق من، فإذا هذا الصندوق يجب أن يكون أفقياً، ماشي نسميه صندوق أو تمويل مثلاً ونضعه في الجهات، كل جهة تكلف بجهتها. أنا جاي لهذه النقطة هذه، وما يعني يؤكد أو ما يجب أن يكون هو عكسها تماماً. توجه موارد هذا الصندوق إلى تشجيع، إلى ردم الفوارق أولاً كبرى، تشجيع الإنتاج الفلاحي والاستثمار في المجالات الاقتصادية الأخرى، وإلى حماية البيئة والثروات المائية والنباتية والحيوانية. صندوق خاص كما قلت بالتنمية الجبلية، un fonds de développement des montagnes، un FDM، على غرار لو FDR. وفي غياب هذا الصندوق، هالمشكل في غياب هذا الصندوق خاص، سيكون تمويل المشاريع المقترحة لكل كتلة جبلية في عيادي عدة جهات وأطراف، وبالتالي كيف يجب التنسيق، وهل ستلتزم كل جهة أو طرف بنصيبها، وهل سيكون التصور موحدا أصلا، لأن خصنا نوضع مشروع متكامل موحد للكتل الجبلية أو للمجال الجبلي، ثم نردم هذه الفوارق الكبرى بهذا الصندوق وباعتماد استثنائي وبميزانية استثنائية وبصندوق خاص. وهل قلت سيكون تصور أول موحدا، سيكون عاد نجريو عليه هذا الصندوق، وماذا لو تعطلت إحدى الجهات أو طرف، بينما الحل السليم وبهذا أنهي هو صندوق خاص واستراتيجية خاصة وهيئة عليا للتدبير لا تخضع لهذه المتغيرات. وشكرا على انتباهكم.